هنا مسرح الجريمة، قاعة في جامعة بمدينة كانو النيجيرية، يستخدمها المسيحيون لأداء صلواتهم، ما إن هموا بالبدء بصلاتهم حتى عجلتهم قنابل ورشقات نارية أودت بحياة 15 شخصا وأصابت العشرات غيرهم. كنا على وشك البدء بأداء القداس، عندها سمعنا صوت إطلاق نار وانبطحت على إثر ذلك ولم أهرب إلى أي مكان. صحيح أن أي مجموعة لم تتبنى المسؤولية عن هذا الهجوم، إلا أن طريقة تنفيذه ومن استهدف فيه تعيد إلى الأذهان هجمات سابقة تبنتها مجموعة إسلامية متشددة تطلق على نفسها اسم بوكو حرام. فالمجموعة تريد إقامة حكم إسلامي في البلاد، وشنت هجمات استهدفت المسيحيين في نيجيريا، لعل أشدها عنفا كانت مطلع العام الجاري وأسفرت عن مقتل نحو 200 شخص. في أول تعليق على الهجوم وصفه الفاتيكان بالفظيع والجدير بالاحتقار، أما إيطاليا فاعتبره أمرا وحشيا ودعت إلى الدفاع عن الحرية الدينية.